والقرآن الحكيم إنك لمن على صراط مستقيم تنزيل من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الرحيم وما أنزلنا إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس كالعليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما كانوا على معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور لقد سأل أهلهم فاستبقوا السياق فأنا يبصرون عليكم السلام لأمة موي إنك يا سبان بجي بلغسلان تي أمة دارسي غسبدارا sve one koji će svojim radom i zalaganjem jačati ovaj džemat i doprinijeti da ova džamija služi svojoj namjeni. Nagradi svojom neizmjernom nagradom svakog onoga koji je učestvovao i koji će učestvovati u gradnju ove džamije svojim radom, novčanim ili materijalnim prilogom i na
daj nam dobro na ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre. Oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima kad se račun...